نور الشريف ومي نور الشريف، أولاد الأستاذ العظيم نور الشريف، أنا بعزيكم النهاردة طبعا مش كمذيعة، كزميلة جامعة. احنا كنا في جامعة واحدة، ويمكن أنا وسارة كنا دفعة واحدة، كنا مبسوطين قوي إن ولاد نور الشريف معانا في جامعة أمريكية. ويمكن سارة أخرجت مسرحية في الجامعة اسمها حراج الجط للعظيم عبد الرحمن الأبنودي، وكان قد إيه أب جميل، بيجي يشجعها ويقعد في البروفات، وجي افتتاح المسرحية ساعتها، وكان أب محب جدا جدا جدا، بعيدا عن إنه فنان. كنت دايما تلاقيه مع أسرته، قريب جدا لولاده جدا يعني. طبعا الفنانة بوسي قريبة وكل حاجة، لكن لا، سارة ومي كانوا قريبين قوي قوي لباباهم. ممكن يكون النهاردة رحل عنا الفنان نور الشريف، ولكن لم يرحل الدالي ولا عبد الغفور البرعي ولا الحاج متولي ولا الأفلام العظيمة العار وحبيبي دائما وغيره. قد إيه كان راجل فنان بجد ومثقف بجد. المحزن في الموضوع انتوا فقدتوا ابوكوا، واحنا فقدنا فنان لن يتكرر. يعني ورا بعض بنفقد ناس صعبة قوي تتعود. من ايام الفنان احمد زكي، حصل ان جه احمد زكي تاني. عمر الشريف، هيجي عمر الشريف تاني؟ هيجي فنان تاني يوصل للعالمية؟ الفنان سامي العدل، صديقي وحبيبي والراجل الجدع الجميل قوي 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 قوي، مش هيتكرر في جدعنته تاني، ولا طيبة قلبه، ولا حبه للفن، ولا حبه لاصحابه وللوسط الفني. الناس اللي قاعدة تروح من حوالينا دي مش هتتعوض، لكن هم هيفضلوا عايشين معانا بأعمالهم، وهيفضلوا فراقهم صعب لأن عطائهم انتهى، لكن اللي ادوه كان كتير قوي. أكيد دلوقتي انتوا في حزن شديد، ولكن انا متاكده انكم هتبقوا مبسوطين ان هو ارتاح من المرض، لان المرض ده حاجه قاسيه جدا انا عايشه معاها كل يوم مع الناس اللي حواليا. فهو الحمد لله اكيد راح مكان احسن، وكل اعماله خالده وسطينا. الله يرحمك ويدخلك فسيح جناته، ونرجو الدعاء للفنان نور الشريف ولكل الفنانين ولكل الموتى اللي بتروح حوالينا. وقد ايه بزعل اني بحس ان الاعمال اللي الناس اللي كانت بتعملها دي ما شفناهاش تاني. مع كل الاحترام لكل المسلسلات اللي بتتقدم، ما شفناش ليالي الحلميه تانيه ولا الدالي تاني
ولا اعمال الفنان يحيى الفخراني الجميله جدا جدا جدا، هو مازال طبعا على قيد الحياه، ولكن ليالي الحلميه دي ما اتكررتش. الاعمال بتاعت زمان دي، الكتاب والمخرجين و و و مع كل الاحترام للناس الموجوده دلوقتي، فين حاجه بتاثر فينا بجد؟ الناس دي عظيمة وياما علمتنا وياما ضحكتنا وياما بكتنا. يعني كنا بنضحك كلنا على الفيلم بتاع الانترلوب ده، وعايزة اقول لكم ان بيجيلي ناس كتير قوي كده استغنوا عن حاجة، عن عضو من اعضائهم، عملوا مش عارفة ايه، بيعيطوا بيندموا ان هم عملوا عملية معينة. كان بيعمل أعمال بتمس الواحد قوي. خسارة نور الشريف، وداعا نور الشريف. في الجنة بإذن الله الفنان العظيم نور الشريف. تعالوا نشوف مرة أخيرة الفنان نور الشريف.